هدى خليفي منقلك مبروك اليوم على الافتتاح تبع المحل تبعك. شو بتخبرينا شو المميزات تبع هيدي الكولكشن اللي عم بتنزليه؟ اول شيء بدي اقول ثانك يو لانكم جيتوا، اهلا وسهلا فيكم، مساء الخير للجميع. نوارو هي فكره طلعنا فيها انا وفريند اوف ماين شريكي، كونسبت ستور ببيع ثياب وبوكس واكسسوارز وهاتس وشوز وجدادين وكل شيء، بس كله بيست اون بلاك، يعني كل شيء فيه اسود، حتى الالوان اللي فيه هي بيست على البلاك، يعني في اسود مع اخضر، اسود مع ازرق، هيك بس البيس هو بلاك. بس ما بتحس انه المره هلا شوي، يعني حسب نحن الاوضاع اللي عم نعيشها الواحد قلبه بيوجعه المأساة اللي عم بعيشها، انه الاسود ليش كان عندك هالمخاطره تستخدمي لون الاسود؟ لانه ما رحت على الاسود بهيدا التفكير، يعني بالعكس الاسود هو ما بيموت، الاسود از كينج بالعالم الالوان، الاسود دائما هو الشيك وقت اللي بتكون لبسته المراه اكثر من اي لون ثاني، الاسود بيبرز جمال المراه، وانا من زمان وزمان يعني افضل لون لإلي بس البسه اكثر شيء بلاقيه شيك وكلاس، وحتى اذا بدك تروحي سكسي او كاجوال انا بحب شو ما كانت عم تلبس المراه ما يغطي جمالها، بالعكس يبرزها، وبلاقي اكثر شيء بيعمل هيدا الشيء هو الاسود. بس مثل ما قلت لك يعني معه مدخلين الوان بس مش كله يا زهر يا ازرق يا لا، فيه دائما في اللون الاسود هو الطاغي. هيلدا اليوم ما بتحس انه العالم اشتقت لك بحاجه لهيلدا خليفه؟ غير هيلدا خليفه تجي تفتح لهم اليوم متجر خاص لهم؟ اكيد على التلفزيون قصديك، ايه اكيد، هيدا مجال وهوبي اذا بدك لإلي، ومشروع جديد انا حبيت اعمله، لانه كمان في كثير عالم كانوا دائما يقولوا لي ليه ما بتعملي وليه ما بتجيبي وليه ما بنحب ذوقك وهيك، سو انا بحب كمان وعم حبه وعم بنبسط انه انا عم روح نقل ثياب وعم روح نقل قطع، واكيد مجال التلفزيون بعده محله يعني، وبس لاقي شيء بحبه بلاقي حالي فيه برنامج بيشبهني انا اكيد رح ارجع طلع على المشاهدين. هيدا اسمك ارتبط بستار اكاديمي، الستار اكاديمي وقف، هيدا خليفة اختفت، شو السبب؟ ما في يعني سبب، هو هلا انه ما كان في شيء برنامج معقول يجي، لقيت انا انه بقدر اقدمه وبنبسط فيه بحبه، بس يجي شيء جديد اكيد بعمله يعني. هلا ستار اكاديمي وقف قبل، يعني في قبل ما عملنا اخر ثلاث مواسم كان كمان صار له سنتين واقف ورجع، بس لقي شيء مشروع انا بحبه برجع على التلفزيون. هلا في كثير اشخاص بيقولوا انه ما عم يندق بيبا لهيدا خليفة كرمال هيك ما عم بتبين على الساحة. عم يندق بيبي بس لاقي شيء انا بلاقي حالي فيه وبحبه وبيشبهني بعمله، بس ما رح اطلع على التلفزيون اعمل شيء انا ماني مقتنعة فيه. في كثير اشخاص بيشوفوا انه هيدا الى زمان ما غايبة عن الساحة مع هيدا كله عندها فانز كثير قوي. Well thank you، انا بدي اشكر كل الفانز، بدي اوجه لهم تحيه كثير كبيره لانه هن اللي داعميني من اول نهار وهن اللي معي من اول نهار، و thank you so much، I love you all، و thank you، اهلا وسهلا فيكم، بس تشرفتونا.